كبير كي سمعنا بلي قحو السما معاونا هاك الجمعيه من الشرق والجمعيه من الغرب وحنايا واسطين اما لا باش نتعاونوا بعضنا بعض. كيما لوسمو يعني لونيون سبورتيف ميزلمان ورانيز تكون في الساحه الوهرانيه في نفس السنه 1926 تكون سي اس سي لو كلوب سبورتيف قسطنطينوا اللي هو النادي الرياضي القسنطيني. يوم سعيد عن المولوديه الجزائريه وصبحت لها جناحين لوسمو عن اليسار والسي اس سي عن اليمين وهذا في سنه واحده 1926. شباب قسنطينه خلق في الحقيقه كما اعطاني الرساله شيخ درب بن عزوز رحمه الله خلق في 1898 كما حكى لي الناس اللي حبوا اللي اسسوا الجمعيه هذيك بداوا باختيار الالوان واكد عليا وقال لي ما تنساش الشيء هذا بداوا الساعه خيروا الاخضر لانه الرجاء ومن بعد خيروا الاسود لانه فرنسا غير كي دخلت على قسنطينه وعلى الجزائر وظهر لهم هذوك الناس ربي يرحمهم باللي ما زالت الموت سير وهكذا كان رانا شفنا قداه ضحات الجزائر باش تقلنا. الجمعيه هذه عاشت حتى الحرب العالميه الاول في سنه 1914 برشا مسيرين ولاعبين داتهم فرنسا الميدان الحرب وقعدت الحاله هكذاك حتى 1917 الجمعيه راحت كانوا ناس اخرين زادوا كونوا الجمعيه هذيك بالالوان هذوك وسموها النجمه النادي الاسلامي القسنطيني كما حكى لي السيد هذاك رحمه الله لعبت في 1917 في الشون دو مانوفر تاع الجزائر مع الاولمبيك دو مونت بانسي وغلبته بزوج اهداف مقابل صفر من بعد زاد حكى لي قال لي لعبوا مع ريد ستار تاع جولوا تاع الجزائر غلبوه في كاس فريق في كاس افريقيا الشمالية وزادوا راحوا لتونس غلبوا ستاد جولوا بربع اهداف مقابل زوج ودا الفريق اقبال ايمانسيباسيون انا نسيت ما سميتو لكمش الخطره الاولى اقبال معناه الرجاء وايمانسيباسيون ترشيد انا يظهر لي الناس هادو بعد خموا على الاستقلال بعد الارميستيس في 1918 الجمعيه تفرقت وحبسوها الاستعمار حبسها قعدت تعيلي 7 ولا 8 سنين وفي 26 جوان 1926 تلمت جماعة منهم الدكتور موسى الدكتور زرقين السيد موفق عبد الرحمن بن شريف سي حسين الفقون السعيد حاج دريس بن الحمر الصغير بن تليس محمد بن بديز الزبير العجابي رشيد بن الجودي حميدة بن عزوز سي خدير رحمهم الله كل هادو هما اللي اسوا الجمعيه تاع 26 وسموها النادي الرياضي القسنطيني وانه هو ما هي الا تكميل تاع الاقبال وتكميل تاع نجمه النادي لعبوا على النوادي الفرنساويه في سنه 34 الله اعلم خرج قانون يخص الجزائريين كله يسميوه الكود دو لانديجانا داروا ريني فرنساوي ولزم النوادي الاسلاميه يلعبوا 5 فرنساويين في الفريق حقيقه وقعوا صعوبات ولكن كانوا جماعه من النادي الرياضي قسنطيني بارك الله فيهم اللي اختاروا هاد 5 فرنساوي يجيبوهم من العسكر اللي يجيو من فرنسا يخدموا لهنا والا من اليهود
بعد شكاياته منه نقص وردوها ثلاثة. وكان هذاك الوقت نادي الرياض القسنطيني المولودية تاع الجزائر والاتحاد الإسلامي الوهراني اللي اسمه الثلاثة موعد فريد. ولكن الوهراني الفريق تاع وهران ما نعرف كيفاه نال مقصوده وخلاو له يلعب بلا رومي فريد. مولودية تاع الجزائر وشاب والنادي الرياضي القسنطيني بقاو يلعبوا في ثلاثة، ولكن هاد الشهادة قاعد يجي واحد العام ولا وتعزل تنحى خلاص. بقينا نلعبوا، جا الحرب العالمية الثاني 3 سبتمبر 39 حبس كلش في قسنطينة في كل ناحية تاع البلاد، خلقوا نوادي صغار هكذا، دي كلوب دو جون، كلوب دو كارتي، منها جنان الزيتون، منها المولودية اللي هي الموك، منها السانسوسي سبورتيف تاعنا تاع حمص الطبالة بالملاح الزلاقة، القنطرة دارو راسان كليب سيدي راشد. على كل حال درنا شامبيونة تاع الصغار هكذا وحدنا، حتى جاو الحلفاء في 8 نوفمبر 1942. يجي واحد الشهرين ولا ثلاثة وبدات الحركة تاع الرياضة تتحسن، ولات كيما بكري راحوا هاد النوادي الصغار، راحوا بقى إلا الموك قسنطينة بارك الله فيه. حنا سانسوسي سبورتيف قسنطينة رحنا بينا بسلاحنا للنادي الرياضي القسنطيني وعاوننا في التسيير نتاعو. كانت انا بديت من بعد من كنت امين العام مع بلحات سعيد شريف الله يرحمه. باقينا هكذاك نتعافروا حتى ال 45. في هذيك السنوات تاع قبل 8 ماي 45 كانوا افراد من النادي الرياضي قسنطيني، من المولوديه، من النواحي تاع قسنطينه، حبوا يديروا ليغ ميزيلمان تاع البالو. ولكن للاسف جات 8 ماي والنادي الرياضي القسنطيني هو اللي كلاها الاول. بالحاج سعيد الله يرحمه كان وكيل في قسنطينه وكان انسان يدير السياسه، تحكم وداوه للحبس. احنا حبسنا يجي واحد 6 شهور ولا 7، برشا جماعه تاع قسنطينه عذبتهم فرنسا ومنا دخلتهم للحبس. ومن بعد انتهى الامر وزيدنا ولينا نلعبوا في سنة 46 47. بقينا هكذاك حتى كي قرب 54. في 31 أكتوبر بالفعل هذه أنا شاهد عليها، أنا رحت معاهم، رحنا لعبنا في خنشلة 31 أكتوبر 54 لعبنا في خنشلة. هذاك النهار الحالة ما تعجبش، خلصنا الماتش جينا مروحين في الطريق، الجدرمية الحاصل منا كل ساعة يحبسونا. وهكذا كان في الليل على 12 تاع الوحدة كانت الرصاصة الأولى مشات، سيتي الأول نوفمبر 1954. في 1955 صاروا لنا بداونا الصعوبات بزاف. نهار الفاوت من هذاك النهار ما زدناش رحنا المكتب نتاعنا، ما زدنا درنا اجتماع من هذاك النهار. سي حبس كلش حتى الاستقلال. وكانت معجزة في الأوساط الاستعمارية الرياضية، وهذا ما يمنعش السي اس سي باش تفلح وتفخر بأبطالها أثناء معارك ضد الفرق الاستعمارية مثل يو اس اف ام اس، لاجيباك تاع النبا وإلى آخره من نوادي لا تريد الخير للسي اس سي.